بين الأشياء، هجر الزوج للزوجة واحدة من الحالات اللي ترتبت إنه بسبب الأهل، يعني الأم عندها مشاكل مع الزوجة وبالتالي ماكو انسجام والزوج وصل لطريق مسدود، فترتب على هذا الموضوع إنه الزوجة تروح البيت أهلها لحين ما يجد حل. طبعا مسألة الحل يعني هي واحدة من الأشياء، إنه بقت سنة كاملة بيت أهلها، لا هي المنفصلة عنه ولا هو القائم من معيشته، فبالتالي رادت الإطار القانوني إن شلون ممكن تستحصل حقوقها بحجة إنه هو راح يضع لها حل، لكن ظلت مضت سنة كاملة، بالتالي المحامية يعني وضعت لها إطار قانوني يترتب عليه إنه تقوم بدعوة، ترفع دعوة في المحكمة، محكمة الأحوال الشخصية، بأن الزوج هجرها وغير قائم بمهامه الزوجية.